أهلا بكم في قناة أنس أوفيسال الإخبارية. تألقت الفنانة المغربية دنيا البطمة بإطلالة فخمة في آخر حفل أحيته، حيث نشرت صورا منه على حسابها الخاص بتطبيق سناب شات. وارتدت دنيا في الحفل الذي وصفته بالملكي فستانا طويلا باللون البنفسجي مرصعة بالأحجار اللامعة، وارتدت طقم ألماس فخم زينت به عنقها. ونالت الإطلالة إعجاب العديد من محبيها الذين لقبوها بسندريلا واعتبروا أنها أنجح إطلالة لها إلى الآن، كما علق البعض منهم على المكياج الاحترافي الذي زاد من جمال ملامح وجهها وأظهرها أكثر جاذبية. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب فيسبوك وتويتر.